فنان مثير للجدل عنده ستيل خاص به، تخصص خاصة في موسيقى الريغي، ملحن متكامل. اليوم سعداء جدا انه يجينا بالجديد، نستقبله بحب كبير الفنان أحمد الماجري. صحة شريبتك، مرحبا بك. يعيشك يا دهوت، هاي صحة شريبتك. أحمد المجري، ما شفتكش في عروض شهر سيدي رمضان. متغيب بارز. أنت تحب نو نو والله يجي بوجي، أنا بريباري أن دوسي وبعثناه للمندوبيات الكل. نتفرج، ما يسالش عندي زوز عروض، ما يسالش مش توا إن شاء الله عم الجاي. يمكن لأنك خذيت حظك يمكن في الصيف. في رمضان توا الحفلات اللي في الشارع مثلا، مشيت لباب سويقة نلقى تليلي قفصي. إيه. ربوخ، ما عليها. مفروض أنا نكون في قفصة كما هو، خاطر تونس للناس كل، فهمت كيفاش؟ ماهوش قضية على قد ما أنا فرحان بالشيء اللي نعمل فيه، على خاطر آخر حفلة عملتها هذه في الفرنكوفوني في نوفمبر. نحلم التوا نحب ناخذ كوبي، وبربي من هوني أبيل لجماعة التلفزة واللي عملت معاهم الكونتراتو، راني غنيت والحفلة تعديت في 73 تلفزة في الدول الفرنكوفونية. نحب نشوف روحي كيفاش غنيت، باش نعمل مونتاج ونمشي نبعث نخدم البرة، نجيب شويه فلوس للبلاد هذيا من حقي معناتها. فما مارجانات طالبيني في افريقيا تو في العالم، كيفاش باش اوموان نعطي كوبي سانسير في ايفينمون كبير كيما اللي صار هذاك. من عام 1994، هل من احلامك النجوميه؟ والله يا هذيك بديت كبير، ما كبير كان ربي. كي بديت خدمنا في كارتاج مع فاضل الجزير وسمير العقربي، سامحني اونيكول هذيك، انه أي. تمردنا انا لابس طربوشه نتاع بوب مارلي، عامل كحول في عينيا، منير ترودي يغني بفاسون غريبه، سني سويسي تغني معتها، نحنا اكليماج نتاع احمد حمزه الله يرحمه، شوبيلا راشد وسوليف وكلهم هذوكم، نحنا جينا ودردعنا نحينا حجره باش توصل لايطالي توا فما راب وفما حريه وتسيتيرا وتسيتيرا. دونك بنينا بديت كبير بوتيتر، على خاطر هذه انت تذكر اني غنيت في كارتاج 2014 مع الفابلوندي. هذيك كانت فرصه باش انا نتير، مي سوف كون عاود ما عنديش مانجر، ما عنديش بروديكتور، ما عنديش تورنور، هذوما كان ما ياخذوش بيدك انت ما تتروح. اللي ينقص احمد المجري، باش نعطي مجموعه من الكليشيات اللي لاي فنان هي مقاومه نجاح. نبدا الصوت الحسن، سافودير الصوت الطربي، الصوت اللي تسمعه وتقول معاه الله الله الله. مع مشيت مع وديع صافي، مع صباح فخري، مع حسن الدهماني الله يرحمه، مع الكبارات. انا صوتي جارح كيما خالد جارح، مع تنغني مزود بالجيتاره ونحكيها للامانه. انا مره نسجل في البوم، تفكر وقت استدعيتك في باريس قلت لك راني نسجل في البوم مع لي ميوزيسيان تاع شاب خالد قاده وموس والكل، وخالد قاعد في استوديو قال لي عندك جرحه تنجم تكون انترناسيونال، مي سوف كو البرودوي ما شافش النور. دونك انا نغني الكردي، نغني مزمو، نغني رست. الاصوات الترابيه ما زالت موجوده؟ لا موجودين هذوكم، ما زالت عندك ناس تقول. انا مريض بعبلو هابر، ومريض مهدي عياشي صوت شاب يقول. نحبه برشا، اقترحت عليه اكثر من لحن، راهو نحبه الطفل هذاك، وسنا قدم دوسيه الحمامات قلت له اجا كمني اقول لك. معناتها لم يمت الطرب. لا لم يمت الطرب. اخي طرب حاجه سامحني تربينا عليها نحن. الشكل. الشكل يعني توريت انا كيف لبس هكا، قبل ما نجي بدلت ثلاثة أربعة خمسة مرات، حبيت نلبس كوستيم بابيون وتسيتيرا، ومن بعد حبيت نمشي على خاطر الجاية نتاعي هادي. جو فو بيان لونسي الألبوم اللي سجلته في السنغال، قعدت ثلاثة سنين نسافر. الشكل نتاعك شنو؟ إفريقي، عندك كل هبلات، تصبغ شعرك، تلبس لونات. والله الصبغة هذه ما حبش نحى، ما نكذبش عليك، أنا نقص وشي طلع أصفر. ما تجدد فيها قاعد. إي ماو يلزمك شامبوان وشمس، معناتها هذه صبغة توا حكم عليا المخرج وقت اللي صورت الكليب تاع فاشي فوشي في السنغال، ان شاء الله نشوفوا منه شويه، قال لي تي دوا شونجي دو لوك، معناتها كوارجي نجم يعمل هكا. اي اما تصغرك في العمر، تهزك خطوات للوراء. القلب اخضر، القلب اخضر، ما هو اسمعني كيبدا قلبك اخضر، مش محتاج انك تصبغ شعرك لما قلبك اخضر. هاوكا تو نحن في تي حسيلو، الناس ما جا نهار وتمشي الصبيغه، برشا قالوا لي نحي معناتها كبرت على الشيء هذايا، وانا الرالي الارتيست زاد عنده لوك ما يسالش، معناتها نحس انه فما جراه. انت مهبول. انا كنت تحوس في بلاد كيما هكا مثلا فيها الكياسات مكسرين وفما امبوتياج وفما عباد ساعه ساعه يبهتوا، ومره انا متعدي في باب العلوج، مره قالت لي مش منك من شعرك، والله ضحكت ومشيت وخليتها، ما نعرف ايش هكاك قاعد تغزر هكا باتت، شافتني في التلفزه. دونك الارتيست
تعطيني سنك ولا ليه؟ انا نقول ولا ليه؟ قول. انا 59 وداخل على 60. 60 سنه. اي ما شاء الله ما شاء الله. هو امي وبابا الله يرحمهم هكاك، حتى اخواتي الكل بلوس نكبروا بلوس. هو سن التقاعد الوظيفي. هي انا عملت التقاعد اونتيسيبي، عملت روتريت اونتيسيبي ان شاء الله ربي يسهل لي. وما يسالش معناتها نقراو معايا، وانا قريت مع شكري بالعيد الله يرحمه، قريت مع برشا ولاو حكام وعملوا ديار وفلوس، لكن كي نشوفهم مش نسخف عليهم، ما نقولش بهم كبروا. اللي ناقص احمد الماجري اغاني ناجحه، هيتات يحفظوهم الناس نتاعو. هو اللي عمل الصابر هيت. ما تبكيش. اي ما تبكيش. ماكينة هادي. لا لا مش ماكينة. الأغنية الأغنية صابر لا صورها لا عمل لها حتى شيء. الأغنية لا غناها صابر ولت ولت. أنا 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 مانيش برشا موند فيرتويل، معناتها عندي انستغرام ونحلو مرة في الشهر مثلا هكا، نطل لقيت شي واحد يبعث لي قلب ولا حاجة. لا عندك شن يوتيوب هاني باش نعملها باش نلانسيها. لا عندك تيك توك كيما كيما هشام نقاطي يعمل جمهور جديد ويربح جمهور جديد، عندك شيء؟ اون فالفير قالش الراجل، اون فالفير ان شاء الله بروشينمون مع اللونسمون تاع سيناتور تاع الالبوم تاعي اللي اسمه فيزيون مازنجي، ان شاء الله في مدينه الثقافه، باش تكون دعوه ليك انت والناس اللي يمنوا بالثقافه وبالاختلاف واللي عندهم بعد انساني ويمنوا ان الموسيقى راهي انترناسيونال، تنجم تاخذ جمله تونسيه وتسجلها في السنغال ولا في مالي ولا في مدغشقر وتعطي بها اوند اخرى، على خاطر انا هذه الالبوم كان سمعت دادا مريم كيفاش يغنيوا فيها بك الروح وكيفاش ينطقوا فيها، عندي انا حاجة بنينة بنينة برشا. اللي ينقصك الفلوس. ما عنديش فلوس. كم في رصيدك؟ أنت اللي نشوفك تخدم. ما معناتها اللي تو الألبوم هذايا صارف عليه 70 مليون. 70 مليون؟ أي وألبوم آخر في مصر 80 مليون، وأنا ما زلت كاري معناتها. معناتها اللي بداوا بعد يعملوا برشا فلوس خاطر يباس بارتو، أنا يا هادي كان تقول لي يخدم في لاونج نقول لك أما تحترمني. خاطر انا خدمت في لي لاونج عام 94 غني الدنيا فيل. وتوا شنوك ما تخدمش؟ ما نحبش ندخل في المود هذيك، ما نحبش، يمكن بوتيتر توا خذيت الانتريت. يمكن ما تنجمش. لا لا هادي ولا تعاد، انا نغني كل شيء، انا نغني فاطمه بوساحه الله يرحمها، ونغني بوب مارلي، ونغني خالد، ونغني كي جيت انا ما عنديش مشكله معناتها. روحي مليانه جو سويم بروفيسور. يمكن ما يعيطوا لك، يمكن الجيل الجديد صحاب البساط. لا هما توا اللي يخدموا ب 300 و 400 الف شيء حش معناتها. لا يخدموا بسته وبسبعه وثمانيه وعشره. اي نفهم نفهم، فما مود معناتها انا اون تونك ستار مثلا، انا نحس بروحي ستار في نظر ذاتي وانا حر، ولا جو سوي ارتيست ديفيرون اي بروفيسور دو ميوزيك، معناتها الشيء اللي نعمل فيه قاعد نثمن فيه خاطر انا نؤمن انه فما ثقافه هذه. الالبوم حاضر؟ وي. نسمعوا الأغنية اللي اخترتها باش تقدمها للجمهور التونسي. اللي هي دادا مريم. دادا مريم. تحية لأهلي الجنوب الكل، ونهديها لنسيبي على خاطر ولاده الأربعة عرسوا، كل ما يتلموا ما يغنيوها يقوم يبكي، دونك حست بيا الحكاية. الجديد أحمد الماجري. Yeah.
المجري سمعنا الجديد باش تكون عندك سينات تاخذ البوم اغنيتك باش تهبط على سبوتيفاي ديزر وانغامي ايتونز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خاطر معايا دي بارتنير من تونس مقصر في الحاجات هذوما الفنان راوي لحن وحتى الفلوس ما يدخلش فيها اي اعمل مناجير مشكلتك ما عندي مناجير عندي ايكيب جديده ومعايا مناجير مره ونص تقول انت اوني اون تران دو بوجي باش نحلوا بيبان فير ان اوتر موند ان شاء الله باش تكون عندي تورني في اوروبا عام جاي هذا بعد ما ان شاء الله نمشي نرحل مصر باش نعمل مده طويله نكمل الالبوم تاعي ونصوره قدمت المهرجان الحمامات وي قدمت ان تري بون دوسي اسمه مازنجي 2 خاطر عملنا وقدمت وصار اللي صار ما في بالك والتوانسه الكل في بالهم سنة انه رفضوك نغرد لا مش رفض تظاهرت بالمرض لا. ودخلت للكلينيك نو مش 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 رفضوني وتظاهرت معناتها انا نخدم على بروجي عنده قداش ومن حقي اون طونك ارتيست بروفيسيونيل سامحني باش نطلع في الحمامات ليا 60 كيلومتر من هوني والعباد اللي طلعوا سامحني ماهمش خير مني ولا ما انا مش جو في با لا كومباريزون اما جو ميريتي اتر سور سين انا هذاك عملناه المشافي عملناه وفما شكون حط العصا في العجله نقول ربي يهديك نحبك من رمز التسامح هذاك لا مش مشكله انت تعرف وانا نعرف فهمت علاش فما شكون قال لي انت بالذات ما تطلعش مش مشكله مسؤول ولا لا انا قابلت حتى الوزير عملناه وقلت لهم كيفاش برودوي كيما هكا ما يتعداش خاطر نعمل ريزيدونس ارتستيك في الحمامات ونورمالمون مازن جي تولد غاديكا كي تولد غاديكا نورمالمون يلقى سنين شارع معايا فنان كبير من السنغال وفي خضم اللي صاير توا مع الافارقه والعال هذه اللي صاير ماذا بينا نمدوا يد صلح بشويه موزيكا بشويه فن خاطر الانسان عندي انا انسان انا سافرت غاديكا وفما عباد عايشين هنا فما معناتها الي طون باش بالموزيكا نعملوا التصالح دونت اون بوزون خاطر العنف ما عادش عنده مجال في مخاخ ما عطيتش موقف مع وجود الافارقه في تونس بهذا الشكل بهذا الشكل برشا بهذا الشكل برشا برشا لا انا كي نشوف العنف انا علاش وخرت السيناتور دالبوم خاطر صارت الفوفه هذيك وتوا هي تعاودت مره اخرى معناتها جو دوا شوازير لو مومون مانيش معاه انك تكسر نتاع الناس وخاطر في بلجيكا وفي فرنسا في هولندا في امريكا كلهم يرحلوا في الناس تونس ماهيش هي مطمور روما سامحني ولي روما والامبير الكبيره نتاعهم كانوا يجيو وهما كانوا يحرقوا من قليب باش يجيو يعيشوا في تونس توا النعوره دارت وسامحني فما حمله من العالم على تونس كيفاش معناتها نحن كنا في افريقيا وفارقه وما عندناش مشكله نتاع كولور ولا نتاع سوف كو يلزم نلقاو حل خاطر هادي اللي دخلوا ما دخلوش من السماء دخلوا من الحدود ولا كيلكو بار الي طون باش نراجعوا سياستنا ونقولوا راه هذاكم دي زيتر هومان وسامحني حتى انسان عادي كي تو بروفوكيه راه يخرج ما عنده فهمت اليوم هل ما زالت بلاصه لموسيقى الريغي في العالم وفي تونس الريغي ما يموتش ما يموتش ما يبقى موسيقى اونجاجي تقول انت اونجاجي وعندها عصرها الذهبي نحن لا نعيش عصر الذهبي لموسيقى الريغي مشات ما تبقى اون ميوزيك سامحني ايترنيل لو ريتم لو ريتم يبقى ايترنيل معناتها نعطيك اكزومبل انا بوب مارلي وقت اللي مات خلى ذي ويلرز هو مات لي ويلرز ما عملوا شيء مارت وريتا ما عملت شيء ولدو تزيجي ما عملت شيء الكل تو سي بوركوا خاطر هو سيتي ان مينور فيلوزوف اي اما اليوم ما عادش نعيشوا عصر موسيقى الريغي كموسيقى جديده تخاطب وجدان وتخاطب قلوب وتخاطب هذه في ليبيا ليبيا الموسيقى كلها ريغي انا بحذنا شنو الفرق بين ريد الغالي والاغنيات اللي ماخذينهم من احنا هذوك اللي يغنيو فيهم في الجنوب الكل كي تسال تقول لك هذوك جايين من ليبيا اسبيري جو ما تنجم تخدم ريغي ما بيتي راه والا راس من الاكثر نجاحا من الفنانين التوانسه اللي غنى ريغي هو انا زرعت البنية هذه اعوذ بالله من كلمتين ومن بعد كافو ربي يشفيه ويخفف عليه خاطر نحبه برشا هو اسمه احمد زيد نحبه برشا
والمصيبه اللي صارت له بتاع القهوه ان شاء الله ربي يخو حقه، خاطر ناريان معناتها فنان وبلاش فلوس راه يطيح له المورال ما عادش ينجم لا يكتب لا عاد يغزر العباد بالله. كافون حل باب ومشيت معاه الحكايه. لحنت لصابر علاش ما عاودتش لحنت لصابر؟ والله اساله هو، والله قابلته ثلاثة أو أربع مرات قد تكون أغنية صدفة أعطيته يا هادي. أنا كل يوم نلحن راه أي ما مش كل يوم تلحن ما تبكيش. لا لا ما تبكيش، فما مخير منها عندك مخير منها وعطيتها لصابر وصابر قال لك لا يا عزيز فما مخير منها. أستغفر الله العظيم. علاش صافي ربي؟ لأنه صابر ذكي يشمها يلقطها. سامحني قابلته في البيرو نتاعو وتفاهمنا على ثلاثة أغنيات. ثلاثة أغنيات في نفس النهار اللي قابلت فيه زياد غرسة وعندي حفلة في شارع بورقيبة النهار هذاك طرت تعرف شنو هي. زياد اقترحت عليه غنيتين زاد غنيتين يهبلوا صابر علاش واحدة تقول شفاعة مولات البخنوق خليت العاشق محروق مسخفهم نسوة ورجال يمشي متدرول في السوق الله الله على الكلام هذايا كلمات جليدي العويني لحن يقتل. صابر كيف كيف اعطيته ما ينساني نعرف حبيب الروح ما ينساني يا ناس ما تقولوا مشاو خلاني اي دو زوتر بروبوزيسيون قال لي باش ناخذهم. ومن بعد هو بالك شي عنده اجندا اخرى ولا استراتيجي انا ما عنديش مشكله ما عنديش مشكله خاطر المشي نتاعي لمصر اون طونك ارتيست ديفيرون خاطر اللوك نتاعي ينجم يتعدى في مصر او ميم طون يمنو انه فما كومبوزيتور تونسي عندي شويه مزود شويه قصبه شويه زكره شويه ريغي الخلطه هذه تنجم تهز البقعه اخرى. تغني بلغات عديده وفرصه مع الباند باش تغنينا لايف واخترت انك تعمل كوكتيل خلطه خلطه مهبوله احمد الماجري. Babe, I love you, sure. Then I want you to know that I'm gonna miss you, love. The minute you walk out that door, so please don't go, don't go. I'm beginning you to stay. قديش سهرت الليل 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 والنوم والله ما يحلاني. الله الله يا ناس انا ذقت الويل وما فهمتش اللي جراني. قديش سهرت الليل والنوم ما يحلاني يا ناس والله انا ذقت الويل وما فهمتش اللي جراني. راحة والله راحة راحوا من بالو انساني والقلب مريض فاني راحوا من باله انسان والقلب والله مريض فاني. يا ربي يا علي تعمل لي دليل وننساه اللي انساني وهجرني بالعاني او ننساه اللي انساني وهجرني وخلاني خلاني اشكون كان يقول واعملها بالعاني. قل له احكي له يا مرسول محبوبك قداش يعاني راحوا من باله انساني والقلب مريض فاني. يا ربي يا علي تعمل لي دليل وننسى اللي انساني وهجرني وخلاني.
Woman, no cry, say darling. No, woman, no cry. No, no, woman, no cry. No, woman, no cry. Said I remember when we used to see in a government yard in trash town. With me, oh yeah. Good friends we have, good friends we have lost along the way. In this great huge, you can't forget your past. So dry your tears and I will say with everybody, no, 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 no. Woman, no cry, say darling. Everything's gonna be alright. Then everything's gonna be alright. 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 Then everything's gonna be alright. And no woman no cry. Yeah, yeah. Chercher des langots, quitte à brûler mes artères, chauffer à chaud des belles mousmées, chauffer à chaud des belles mousmées, dîner. Je ne veux rien regretter, des remords et de regretter. Personne n'a rien inventé, personne n'a rien inventé. Dilé,
maladie du pouvoir. Non, 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 non. Au revoir. Maladie du pouvoir. Lise. Au revoir. Maladie du pouvoir. Non, 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 non. Au revoir. Maladie du pouvoir. Tu donnes le cafard au son de ma guitare. Je voudrais t'effacer de toutes les mémoires. Je voudrais te gommer et même du hasard. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Hey. C'est bizarre, au revoir. Maladie du pouvoir. Non, 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 non. Au revoir. Maladie du pouvoir. Non, 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 non. Au revoir. Maladie du pouvoir. Non, 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 non. Au revoir. Tu chantes de ma guitare. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Hey, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Hey, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. C'est bizarre, c'est bizarre, y'en a marre. Y'en a marre, y'en a marre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Au revoir. Maladie du pouvoir. Au revoir. Maladie du pouvoir. Au revoir. Maladie du pouvoir. مبروك الألبوم. انذكر أن الألبوم بيكون قريبا جدا على المنصات الرقمية. يبدو أنه مرحلة جديدة أحمد الميجري، مرحلة إنتاج فني. بالنسبة لتجربة التلحين، فما جديد في تونس ولا ليه؟ بالنسبة لي أنا، أنت باش تعطي ألحان للتونس يا هادي؟ راهو أكثر واحد يهز التليفون نبدا نسوق كل مجنون. أنا نسمع جملة في الراديو جو مانسبير وتفكرني في حكاية أخرى ونكلم الفنانين تاع تونس الكل، يقول لك تنقابلكم بعد ما يهز التليفون. والله العظيم قسما برب العزة كي نكلموا راه يقيسوا، وسامحني جو فون با افيك ان بري شير، معناتها فهمت. وفما برشا فنانين عندهم اسامي عطيتهم اغنيات وعملوا لي عاود. قول انت معناتها فهمت شنو. ما تبكيش قداش بعت هالصابر؟ لا ما نقولش، اساله هو، اساله هو قداش بيع روتانا. خاطر انا بعت هالصابر وصابر بيع روتانا. هاو سكوب هذا. انت قداش بعت هالصابر؟ ما نقولش على ليبوك، عاد انا وقت اعطيني صابر يغني لي. اي اعطيني صابر الباعي، معناتها صابر الباعي راهو سيتان شوفال دو كورس. قداش خذيت فيها؟ يظل لي 5000 دينار على ليبوك. تتسمى، شوف راه تتسمى مبلغ باهي لملحن تونسي. انا قلت لك الغنايه معناتها انا حلمت ونقول لك حاجه، ما ريتهاش موزعه كيكره، ريتها موزعه بسلو كومبليتمون. مشيت لبقعه اخرى هز عصام شرايتي وانا فرحان حتى في مصر كيقولوا لي شنو الريبرتوار نتاعك، قول لهم لحنت الامير الطرب العربي، كي يلقاو كلمات ولحن احمد الماجري هذه كان بلوس. انا نبعث تحيه لصابر والامينه، امينه زاد اللي راقده اللي عندي معها 10 اغنيات من 2011، وانت تعرف ما غنيت منهم حتى اغنيه،
وفما كلمة منهم على كارتاج هي غنية مشيت هذيك كل اللي فيك عاجبني مذوبني وبلادي زادة هذيك هي سي لا سول شونسون ما الاخرين توا سامحني بربي كي تعمل كونتراتو مع احمد المجري وتخلص لي بويت والشاعر وسامحني الملحن واللي جاب البروجي يقبض تفرج 10 سنين مو برشا شويه هكا وشويه هكا وانا نعيش بالمورال شنو مصيرهم الاغاني هذوك؟ اسئله هي نبعث لها تحيه خاطر ديما انا نقول مينا سي لا ديفا تتغشش تاخذ في خاطرها يلزمها تغني خاطر عنا امينه بركه في تونس نورمالمون راي ستار اليشي العرب من الخليج للمحيط والاغنيات اللي عطيتهم لها راه ما نفدكش خاطر هي لحن لها بليغ حمدي ولحنوا لها الكبارات وسيد مكاوي دونك دو فالور نقول لها يا امينه اخدم خاطر قضيتي معاك ماهيش فلوس نحب احساسي انا باش نكلم على لسانك انت قلت احمد المجري الناس باش يعرفوا قيمه احساسك نهار اللي غني لي يا امينه يفرحك غني يا امينه خاطر اللي مات مخرجين اشاعه اللي انت بطلت لا ما تبطلش انسان يموت على رياحي مات سورسين واش خاص انا كنموت سورسين عندك ديوم عبايا الزردي صحيحه؟ اي علاش بهت معناتها نبهت على تغني مليح بيا بيا شخصيه بيا شخصيه اي نحكي اون طونكو شخصيه تغني هي تغني معناتها تغني مش كيما نوال غشام ولا كيما يسرى محنوش اما تغني وسامحني المود اللي حاجتي بها انا ماذا بين نسمعك شويه سي سي بوسيبل المود اللي حاجتي بها انا لقيتها في بيا الزردي هي اغنيه تقول نقولوا بالجيتار هات بالاكابيلا من غير جيتار هات مشى في بالي يا بيا حبيتيني هاي بالصح انت اللي قتلتيني هجرتيني ونسيتيني يا نور عيني perhaps كيساس اشكون قال قولي perhaps كيساس اشكون قال هي باش تجاوبني باش تقولي انا عمري يا عمري ما خليتك وعشيري يا ابو حميد سميتك وما كذبتش راني حبيتك من اللي ريتك perhaps كيساس اشكون جاي يعطيك الصحة نحب نشكرك برشا احمد المجري يعيشك بالجو هذا نحب نتمنى لك عيد سعيد ان شاء الله كل عم وانت حي بخير ليك وللعائله الكل خلي لي كلمه الختام ميرسي بور لانفيتاسيون ان شاء الله مشوار جديد في الكارير نتاعي ونتمنى دونك عيد مبروك ليكيب نتاعك الكل والناس اللي تفرجوا فينا في تونس وخارج حدود الوطن والناس اللي متغربين وعائلتي وناس كل ونحبكم برشا برشا وان شاء الله اللي جاي خير شكرا احمد المجري يعيشك عيادي وسنين دايما انت اللي تتفرج فينا تنجم في سهرة السبت في برنامج فكرة سامي فهري تروح بالمئتين مليون هذوما المئتين مليون يوليو من نصيبك سهل برشا خد تليفونك ابعث حرف A على الرقم 85-813 جاوب على السؤال سعر الاسماس 900 مليم فقط والمئتين مليون ينجم يكونوا من نصيبك حظ سعيد للجميع كان هذا كل شيء ليلة في فكرة سامي فهري شكرا لهاني كوليكشن العالم الأولى للأناقة والموضة في تونس شكر كبير لساندرا إيفانتس على الديكور المميز شكرا لكل الضيوف شكرا لكل الفريق تحية كبيرة للفرقة الموسيقية فرقة مزيكا بقية الماسترو خالد بن عيسى نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم في سهرة السبت شكرا لكم باي باي كل عيدكم مبروك